اهلا بكم مشاهدينا الكرام في قراءه جديده تحليليه لحال البورصه المصريه. هنستعرض سويا في مؤشر النيل بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه، ولليوم تراجعت بقوه لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء، فقد راجع مؤشر بورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 2.60% ليصل ل 8878.19 نقطه. وهبط ايضا مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 2.63% ليصل ل 597.73 نقطه. هبط ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 2.57% مسجلا 10.93.24 نقطه. وامتدت التراجعات الى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه الذي تراجع بنحو 2.74% مسجل 10.253.26 نقطه. ونتحول معا لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبة 26.14%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 23.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 12.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11.50%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 77.1%، واتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 5.93%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على 17.6%. يأتي هذا فيما مدى الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 49.78% من إجمالي التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 50.21%. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 9 مليارات جنيه ليضاعف خسائره إلى 25 مليار جنيه في 3 جلسات، مسجلا 449.4 مليار جنيه عند الإغلاق، وبعد تداولات بلغت نحو مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، اسمحوا لنا أن ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ مصطفى عادل خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ مصطفى. اسمح لنا أن احنا نلقي نظرة تحليلية على أحوال البورصة المصرية اليوم، ولكن بعد مطالعة التقرير التالي. فإلى التقرير. للجلسة الثالثة على التوالي واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. السوق تأثرت بهبوط أسواق المال العربية والعالمية على خلفية المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية عالميا، وسط توقعات بظهور بيانات وتقارير مالية سلبية من قبل المؤسسات المالية الدولية تشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة الركود. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المصرية المقيدة بالسوق خسر نحو 9 مليارات جنيه ليضاعف خسائره إلى 25 مليار جنيه في 3 جلسات، مسجلا مستوى 499.400 مليون جنيه بعد تداولات بلغت نحو مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للسوق إي جي إكس 30 تراجع بنسبة 2.6% ليبلغ إجمالي خسائر المؤشر في الجلسات منذ مطلع الأسبوع نحو 7%. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 2.63%. وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر 2.57% من قيمته. خبراء بالبورصة أكدوا أن أداء الأسهم المصرية واصل تأثره السلبي بأداء أسواق المال العالمية في ظل تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وصاحب ذلك مخاوف أخرى بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وأضاف الخبراء أن الأسواق العالمية تترقب المزيد من الأنباء والتقارير السلبية خلال الأيام المقبلة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعين استمرار تأثر البورصة المصرية واتجاه مؤشرها الرئيسي ليستهدف مستوى 8500 نقطة ثم 7700 نقطة، خاصة في حال تأكيد الوضع السيء للاقتصاد العالمي. لكن خبراء آخرين اتهموا بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بالضغط على الأسواق،
وهو ما يظهر بشكل واضح في البورصة المصرية، حيث تتجه المؤسسات والصناديق الأجنبية للشراء القوي منذ مطلع هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد أنهم يقومون بعمليات شراء للأسعار بأسعار رخيصة نتيجة قيام الأفراد المصريين والعرب بالبيع بأسعار باهظة. أهلا بكم من جديد. البورصة المصرية تواصل خسائرها الحادة لليوم الثالث على التوالي، وأغلب التحليلات يا أستاذ عادل بتربط الخسائر الكبيرة بالتراجع الحاد في أسواق المال العالمية، لكن هو السؤال إلى أي حد ترتبط السوق المصرية بالسوق العالمي إلى الحد الذي يدفع لكل هذه الخسائر على مدار 3 أيام؟ مبدئيا خلينا نقول إن السوق المصري كان منفصل حد كبير قوي خلال ال3 سنين الأخيرة بالأسواق العالمية. كنا نشوف الأسواق العالمية بتصعد بتسجل أرقام قياسية، يعني شفنا عوض كافة الخسائر ليها منذ الأزمة العالمية في 2008، ونشوف داو جونز على سبيل المثال أو مؤشرات الأوروبية عند أعلى مستويات ليها، وكنا بنشوف البورصة المصرية عند أدنى مستويات ليها بسبب الأحداث السياسية اللي مرت فيها مصر خلال 3 سنين ونص اللي فات. ولكن النهاردة بدأنا نشوف آخر سنة كان صعود قوي ومستمر من مستوى 4.4 ونص لحد مستوى 9800، ويمكن أعلى مستوى ليه كان السوق بيشهده خلال الآونة الأخيرة. الفكرة كلها أن الأسواق العالمية في الغالب لما يكون في أزمة بهذا الشكل أو هناك توترات، الأسواق كلها بتتجاوب مع بعضها بشكل كبير، وبنشوف انخفاضات واضحة على كافة الأسواق. احنا مش بس في مصر والدول الأوروبية أو أمريكا، لا، احنا بنشوف حتى ده في الدول العربية أو دول المنطقة، بنشوف هبوط قوي. يعني بنشوف السعودية بتهبط جلسة يوم الأحد 6.5%، وده رقم كبير جدا للغاية. مرتبط بكل الاسواق، ما فيش فاصل ما بينهم، وبالتالي بتؤثر على بعضها البعض. اوقات البانيك اللي بالشكل ده عظيم. اسمح لي ان انا اواصل معاك عمليه التحليل، ولكن اسمح لي بفاصل سريع ونعود سويا لتحليل اداء البورصه اليوم. فاصل بعودوا لنا. اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل مباشره اشار استاذ مصطفى عادل خبير اسواق المال ان السوق المصريه بترتبط بشكل او اخر هي ومعظم الاسواق بالسوق العالميه بالتاثر سلبا وايجابا. استاذ مصطفى، الاداء السلبي مرتبط ايضا بتوقعات بظهور بيانات وتقارير ماليه سلبيه من قبل المؤسسات الماليه الدوليه اللي بترصد الاسواق الماليه واقتصاديات هذه الدول. المؤشرات او هذا الاداء السلبي والبيانات والتقارير اللي صدرت عنه بتتكلم عن دخولنا في مرحله ركود. هل مجرد الاعلان عن مثل هذه التقارير بيمثل احد العوامل المؤثره على السوق المصري ايضا؟ بكل تاكيد طبعا. النهارده بنتكلم عن المانيا، اعلنت ان هي بتتوقع انخفاض في معدلات النمو بدل 1.8 ل 1.2، والعام القادم 2015 بدل ما كانت بتتوقع 2% معدلات نمو، النهارده بتتوقع 1.3 معدلات نمو. فطبعا دي مؤشرات سلبيه للغايه، ممكن تكون لها تأثير سلبي أكبر على الأوضاع خلال المستقبل القريب أو المنظور على الاقتصاد العالمي. الفكرة كلها أن ما كانش الصعود القوي اللي بتشهده الأسواق العالمية كان إلى حد كبير مرتبط على أساس قوي أن الاقتصادات دي بدأت فعلا أن هي تنشط وبدأت أن هي تخرج من أزمتها اللي كانت في 2008. بالعكس، احنا كنا بنشوف أن طول الوقت أن المؤشرات كان بابلز أو يعني مبالغ في ارتفاعاتها القويه وحده ارتفاعاتها القويه نتيجه ان مفيش احداث على ارض الواقع بتشير الى ان هذه الارتفاعات مدعومه باقتصاد قوي حقيقي. ده بدانا نشوف نتائجه النهارده في اللي بيحصل في الاسواق العالميه. طب تعالى نربط بقى بالسوق المصري، وده اللي يهمنا بشكل اساسي. اللي بيحصل في السوق المصري النهارده ده هل هو طبيعي ومتسق مع الواقع في شيء ولا لا؟ انا اعتقد ان هو الى حد كبير طبيعي. حتى بدون الاحداث العالميه احنا كنا مقبلين على حركه تصحيحيه بعد وصلنا يعني احنا بنتكلم على ارتفاعات قرابه 80% او 90% على المؤشرات الرئيسيه في بعض الاسهم اكثر من 100%. ما كناش بنشوف تصحيح حقيقي، تصحيح حقيقي معناه هبوط حقيقي. فبالتالي يعني هو اللفظ اللي ممكن يقال علينا هي كانت تلكيكه، الاسواق العالميه بتهبط فاحنا هنهبط. هو كان خلاص كده، يعني ده كان هيحصل شئنا ام ابينا، لان ده كان وضع تصحيحي طبيعي بالظبط. ولكن هو الفكره كلها ان الاسواق العالميه واللي حصل فيها ده عجل بهذا بظهور هذه الحركه وزياده حدتها ووتيره وحده الوتيره. طيب. الفكره كلها ان تكون هذه الاسعار احنا يعني حركه صحيه
بالارقام الطبيعيه لا احنا في زون او في منطقه طبيعيه جدا، ولكن الفكره كلها ان الضربه كانت قويه وكانت وتيره الانخفاض هي السريعه. انا ليا سؤالين في نفس المنطقه عشان ننتهي منها. هذه البيانات والتقارير عاده بتكون بترصد الربع السابق على الفتره اللي احنا فيها، الثلاث اشهر السابقه، بينما الاقتصاد المصري من يعني من في الربع الاخير دخل مرحله جديده احنا شايفينها بمشروع قناه السويس. اكيد. والبعض بيقول ان ده كان من المؤشرات الايجابيه واللي كانت مساعده البورصه في بعض الاحيان من قريب او من بعيد. فهل بترى ان هذه التقارير رصدها بعيد عن الواقع؟ بصي احنا مبدئيا كانت الازمه في مصر ما كانتش ازمه اقتصاديه بالضروره او برقم واحد هو اللي بيحرك مجريات الامور في البورصه المصريه. احنا عندنا اقتصاد غير رسمي اقوى بكثير من الاقتصاد الرسمي المعلن، فهو ده اللي كان قادر ان هو يحافظ على الاقتصاد المصري خلال اربع سنين من انهيارات كانت بديهيه جدا. اي احداث في مصر او اي الاحداث اللي حصلت في مصر في اي دوله مهما كان اقتصادها قوي كان انهار بشكل كبير قوي. ده رقم واحد. رقم اثنين، الاحداث السياسيه بقى هي اللي كانت مؤثره بشكل سلبي في الوقت الماضي، بقى لنا سنه وشويه كانت احداث او سنتين اهو داخلين على سنه ونص تقريبا. الاحداث الايجابيه هي اللي اثرت بشكل ايجابي على حده الصعود، وكنا بنشوف صعود قوي كان تاثرا بالاحداث الايجابيه السياسيه والتغيير الجذري اللي حصل في الدوله المصريه. النهارده بقى بنتكلم طيب كل الاحداث السياسيه اللي حصلت الايجابيه اللي كانت ليها تاثير سلبي في السابق واصبحت لها تاثير ايجابي في الوقت الحالي. والقرارات منها زي الدعم والاصلاح الموازنه العامه وهذه الامور، هل هي كان لها تاثير؟ اعتقد ان تاثيرها كان واضح خلال الاشهر الماضيه. احنا النهارده بنتكلم على الاقتصاد المصري او المتابع المصري بدا ينظر الى النتائج. خلينا نقول ان في قناه السويس بتحصل، خلينا نقول ان في اصلاح اقتصادي بيحصل، خلينا نقول ان في مشروعات قوميه وبنيه اساسيه لها تاثير واضح على الاقتصاد الكلي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي هيكون لها تاثير على البورصه المصريه. نعم. النهارده اصبح لنا الاعلان عن هذه المشروعات مش هو اللي بيؤثر بشكل ايجابي او سلبي على الاقتصاد او البورصه المصريه، اصبحنا ننتظر نتائج هذه المشروعات ونتائج هذه القرارات المتخذه على الاقتصاد الكلي. النتائج الحقيقيه على الارض. هي دي اللي هيكون لها تاثير على الوضع. سؤالي الثاني، هل احنا بصدد تجربه مشابهه لما حدث في 2008؟ بمعنى هل يتفق حجم هذه الخسائر مع وصفنا لانها كده كده السوق كان بيصحح نفسه او بيدخل في مرحله تصحيح؟ لا انا مش عايز الذعر هو اللي يكون محرك اساسي، لا احنا حركه تصحيح حدتها قويه كان مرتبطه بشكل اساسي بالاوضاع خارج القدر المصري. نعم. ولكن احنا كوضعنا اقتصاديا او مؤشرات البورصه، مؤشرات البورصه المصريه اسعار اسهم بعيده تماما عن الفير فالي او الارقام اللي يجب ان تكون عليها البورصه المصريه، فبالتالي تاثرنا مدى انكشاف الشركات بقى او مدى انكشاف الاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي ضئيل، يعني مش بالرقم اللي يجعل منه تاثيرا واضح على الاقتصاد المباشر، او الشركات المصريه المدرجه بقى والبورصات والبنوك وخلافه، هذه الشركات المصريه مكشوفه او لها تعاملات مباشره مع الاقتصاد الغربي اللي هو اصلا تاثر، ده مش موجود بشكل كبير. واحنا اصلا مشكلتنا كانت الازمه العالميه كانت انهيارات، النهارده بنتكلم على تباطؤ، والتباطؤ والانهيار الاقتصادي في فرق كبير ما بينهم. اللي بيحصل بره ان هناك بيانات بتشير الى هناك تباطؤ في الاقتصاد، بس ما فيش كارثه، ما فيش كرايسيس ممكن تؤدي بينا ان احنا نشوف هبوط. اللي بيحصل في مصر ان احنا عندنا الهبوط كان عنيف وفي مدى زمن قصير وبرسنتج كبيره، هو ده اللي ممكن يكون العنوان الابرز للموضوع. ولكن هل هذا الوضع هو الوضع او العنوان او هو ده اللي هيكمل؟ لا مش ده اللي هيكمل ومش دي الحقيقه. احنا كنا نشهد لهذه التصحيح، كنا نظر لهذه كنا نصل لهذه المستوى، هذا الاجراء صحي، ولكن حدته هي اللي ممكن يكون في وجهات نظر لبعض الاقتصاديين بتقول ان الهبوط غير مبرر لان احنا مش مرتبطين هذا الارتباط القوي قوي بالسوق العالميه، وان كل التبريرات السابقه اللي احنا اتكلمنا فيها غير مقنعه، وان احنا بننساق ورا السوق العالمي، وان المستثمر الاجنبي بيستغل الوضع لان احنا عندنا حركه بيع من المستثمر المصري والعربي وبيقابلها شراء من الاجانب للسهم المصري او للمطروح المصري بسعر رخص. دي نظريات مؤامرة بحتة يعني، تعالى نتكلم بقى بالأرقام. لا أنا بطرح من وجهة نظري. لا ما بالأرقام نتكلم بقى الأرقام، الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. إحنا بنتكلم على المستثمر الأجنبي صافي بيع خلال شهر أكتوبر اللي هو ما فاتش منه كتير، إحنا نصه كان أجازة الأعياد. شهر أكتوبر المستثمر الأجنبي صافي بيع ب 240 مليون جنيه أو 250 مليون جنيه. العرب والمصريين، المصريين صافي شراء ب 200 مليون والعرب ب 57 مليون. يعني أنا عايز أتكلم على المحصلة إن العرب والمصريين شراء والاجانب بيع، صفي بيع خلال شهر اكتوبر اللي هو ما فاتش منه جلسات كتير. النهارده بدانا نشوف المستثمر الاجنبي ان هو بيتحول من بيع لشراء وبصافي الشراء 50 مليون جنيه. الفكره كلها ان المستثمر الاجنبي بيتعامل مع معطيات السوق في الاخر. انا ما يهمنيش في الاخر المستثمر الاجنبي بيضغط، المستثمر الاجنبي اللي يتجاوز حصته في السوق حجم تداوله اليومي في السوق عن 25% في اقصى تقدير. فبالتالي مش هو اللي بيتحرك، المستثمر المصري هو اللي بيملك الزمام الامور بشكل اكبر. فبالتالي
هو ما فيش تبرير، لا في تبرير. يعني الاسواق، السوق المصري هو سوق غير منفصل عن العالم في الاخر. النهارده الظاهر اللي بيصيب الاقتصاد العالمي يجب ان يطول مصر ويطول كل الدول العربيه. الدول العربيه زي السعوديه النهارده ما فيهاش مستثمر اجنبي في الاصل، ولكن كان هبوط اكبر من الهبوط اللي حصل في البورصه المصريه. فالفكره كلها لا، احنا بنتحد في الهبوط او بنتحد في الهبوط. وقت صعود كل اقتصاد داخلي هو اللي بيتحرك بشكل اساسي، يعني شيء مش مخيف الوضع اللي احنا لا فيه. لا خالص خالص. طيب وسط هذه الظروف العالميه اتوقع وزير الاستثمار اشرف سلمان ان يشهد الاقتصاد المصري تحسن في معدلات النمو خلال الربع المالي الحالي اللي احنا بنحياه، وهيوصل ل 2.3% وان معدلات الاستثمار عامه هتصل ل 80 مليار جنيه. يعني توقع ايجابي، رؤيتك للقادم في الايام القادمه للبورصه هل ستواصل الانخفاض؟ لا احنا مقبلين اعتقد على منطقه عرضيه بقى نبتدي نلتقط فيها الانفاس، منطقه تجمعيه مره اخرى. احنا بعد ما وصلنا لهذه المستويات اعتقد النهارده بدانا نشوف وجود قوى شرائيه بدات تظهر بشكل واضح خلال جلسات اليوم او نهايه جلسه اليوم. انا شايف ان خلال الايام المقبله وتيره الانخفاضات ستقل، سيبتدي فيه عمليه اكيوميشن بقى، تكون مراكز ماليه جديده وخروج مستثمر ودخول مستثمر اخر. خلال الفتره تعتبر قد ايه تحديدا؟ الربع السنه الاخير، ربع السنه الاخير انا شايف ان الصعود قادم لا محاله في بدايه العام 2015، مع حتى ظهور بقى حضرتك بتتكلم عنه البيانات الاقتصاديه المصريه الداخليه اللي هي بتتكلم عن معدلات نمو واضحه واستثمار خارجي هيدخل بشكل واضح. كل هذه البيانات هيكون لها تاثير ايجابي من بدايه العام الجديد. استاذ مصطفى عادل خبير اسواق المال، شكرا لك على هذه الرؤيه وهذا التحليل لحال البورصه المصريه اليوم. شكرا لك. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه، وانتظرونا في قراءه وتحليل جديد لحال البورصه المصريه في مؤشر النيل. شكرا لكم.